طيب الله اوقاتكم جمهور راديو صوت العرب من امريكا، معانا الفنان شريف علوي، الفنان الشامل التونسي الجميل اللي يعني سمعته معروفه في كل اقطار الكره الارضيه. اهلا وسهلا بك استاذ شريف. اهلين وسهلين من القاره الافريقيه الى القاره الامريكيه لصوت صوت العرب في امريكا. امريكا اهلا وسهلا. ايه انت بقى حضرتك عن النهارده حفل الختام؟ بالنسبه للاختتام طقوس رائعه التي ارست من زمان في تونس ايام قطاج الموسيقيه، كانت تسمى مهرجان مهرجان الاغنيه للموسيقى، مهرجان الاغنيه منها 94 يعني 94 كانت الجائزة من نصيبي، فآتي إلى الاختتام لكي أحتفل مع الجميع في هذه الطقوس الجميلة في هذه الفرحة الكبرى، حتى نحارب الظلام. كيف نحارب الظلام؟ بالموسيقى، بالفنون، بالتفنن، حتى نعطي للأجيال الآتية نفس جديد، رؤية جديدة، مشهد جديد، ثنايا جديدة، حتى نبنى المجتمع على قواعد التفنن، سواء كان في شتى الفنون، لكن الأهم في هذا أن الفنون تؤدي أيضا إلى اقتصاد عظيم، أن الفكر عندما يتسع لكل ما هو جميل. فعندي ملاحظة صغيرة في خصوص أيام قرطاج الموسيقية، البعض والكثير من الفنانين في حالة عمالقة، في حالة غضب لعدم مشاركتهم. أنا اقترح غضب شيء عادي، لكن لا نتوقف هنا، بل نفكر نجتمع بعد هذا الاحتفال، لما لا، لأن هذا الصرح الكبير هي مدينة ثقافية، في نفس الوقت عروض المباريات ايضا نمنح ايضا فنانين بتقديم عروض واحتفال، ونحن في هذا البهرج الجميل. ثم الملاحظه الاخيره والتقييم، لماذا نكرم حسن الدهماني الله يرحمه؟ هو كان صديقي من اقصى الاحساس، يعني كنا نسهر مع بعضنا، عنده مئات الاغاني ويغني لاغانية واغني اغانيه. لماذا نكرمه وقد رحل؟ ماذا نكرمه؟ لم نكرمه في حياته، وهذه ايضا فكره لنجتمع ولنكرم ايضا من يعمل حاجة. طيب عبر راديو صوت العرب في امريكا، تقول ايه للجاليه التونسيه في نيويورك وكندا؟ سازوركم قريبا باذن الله بعمل جميل، انه كان لي اتفاق مع مصر وقلمت بباريس لتقديم العرض اولا هناك، ثم سوف ننتقل الى القاره الامريكيه وكندا في موريال، في تورونتو، وفي نيويورك لسيتي يونيفرسيتي. ده خبر حصري ومفاجاه لجمهورنا في نيويورك. الفنان شريف ان شاء الله شرفنا باذن الله. امتى؟ نحن بصدد امتى؟ بدايه من شهر فيفر ان شاء الله، فبراير. خلاص ننتظر 2019 من على فارغ الصبر عشان الفنان شريف يشرفنا باذن الله، وان شاء الله تكون ضيف عندنا في اذاعه صوت العرب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ايضا نلتقي في ساعه خير يعني. ان شاء الله دايما يا رب ان شاء الله. طيب يا ريت دايما تتابعونا على راديو صوت العرب من امريكا. كان معكم احمد مراد، تونس.